بسم الله الرحمن الرحيم. سمي جميعا بسم الله كده وتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. درس خفيف وسهل ان شاء الله، اسمه اشهر الافعال التي تلازم البناء بالمجهول. الدرس ده يمكن اول مره اسمعه في حياتك. هما مجموعه افعال لها استخدام خاص من ناحيه البناء للمجهول. يعني الافعال اقولها الاول ونحفظها لانها افعال لها وضع خاص، زي كان واخواتها وكذا واخواتها لها وضع خاص بنحفظها. النهارده هنحفظ هذه الافعال اللي هي بتبدا بجن. جن يعني اصابه يعني الجنون، وحمى اصابته الحمى والعياذ بالله. واحد اتجنن والتاني جاله حمى ما شاء الله يعني. ولسه غمى يعني اختفى. غمى يعني اختفى. غمامه جايه من كلمه غمامه. غمة تتنطق كده. جنة حمى غمة. ثلج يعني برد. ثلج. فلج يعني جاله شلل ما شاء الله. واحد اتجن واحد جاله حمى الثاني برد وده جاله شلل. يعني اعوذ بالله افعال غريبه قوي. يبقى ها جنة حمى غمة ثلج فلج. في فعل كمان كبير شويه في الكتابه اسمه انتقع. انتقع او انتقع يعني تتكتب بالميم او بالنون اللي هي اصفره لون يعني اصفره لون. فواضح انها بيني وبينك افعال كلها ايه يعني ربنا عافينا منها. جنه حمى غمه ثلج فلج انتقع انتقع. وفي عنية. عنية بالأمر دي مش جاية في الكتاب لكنها موجودة في بعض الكتب الأخرى. عنية بالأمر يعني عنية يعني اهتم بالأمر. ملو الأفعال دول. مش هقول لك ملو ولا متحفظه. ما هي دي أهم حاجة. أصل ملو دي قصة سهلة خالص. لكن لازم نتعود عليهم شوية. غمة جنة غم حمى غمة ثلجة فلجة تقع تقع عنية. أكثر الثمان أفعال اللي ياريت نحفظه. لازم نحفظه مش ياريت. جمع في امتحان سنة عامة الأفعال دي. في امتحان سنة عامة قال له نحن نعيش في عالم جنت فيه الأسعار. جنت فيه الأسعار. راح أدخل تحت الأسعار وقال له اعرف ما تحت الخط. إيه القاعدة بقى؟ دول ماضي صح؟ دول في حالة الماضي. الأفعال قدامك دي في حالة الماضي مش كده؟ طالما في حالة الماضي اللي بعدهم فاعل وليس نائب فاعل. مع انهم شكلهم مبني المجهول. اسمهم اشهر الافعال التي تلازم البناء للمجهول. اشهر الافعال، يعني في حاجات تانية بس هم دول الاشهر. في حالة الماضي اللي بعدهم يعرف ايه يا شباب؟ ها؟ فاعل. جنة الاسعار، نعرف الاسعار؟ فاعل. فلج الرجل، اصيب بشلل والعياذ بالله، فاعل. صح كده؟ عني محمد بالامر. يبقى برضو ايه فاعل. وهكذا بقى للصور. امتقع لونه. امتقع لونه. لون تعرف ايه يا شباب؟ برضو فاعل. صليتوا على محمد. طب افرض جت في صورة مضارع بقى. هات المضارع معايا كده. جنة تبقى ايه؟ يجن صح؟ حمى ها؟ يحم غمة يغم فلج يثلج ها؟ فلج يفلج. امتقع وانتقع ينتقع وينتقع. عني يعنى. ده في حالة ايه كده بقى المرة دي؟ في حالة المضارع. لو جم في حالة المضارع لو سمحت الاسم اللي يجي بعدهم يبقى نائب فاعل. ايه الغرابة دي يا أستاذ؟ ما هو ده مكمل السؤال بقى. ما هو ده الجديد بقى. ان لو جم في حالة مضارع اللي بعدهم يبقى نائب فاعل. جاب له ده. يعني جنة الأسعار لما جبت صناعة عامة الأسعار معناها ايه؟ فعل صح؟ طب في دليل التقييم كان جاي سؤال حلو قوي. بيقول له ايه؟ بيقول له غم الهلال ويغم الهلال. اعرف كلمة الهلال في الجملة دي. فهمت الفكرة يا جماعة؟ غم الهلال تبقى فاعل. يغم الهلال تبقى نائب فاعل. صليتوا على محمد؟ عليه الصلاة والسلام. يبقى يجن يحم يغم يثلج يفلج ينتقع ينتقع يعنى. نفس الثمان افعال اللي قدامك هم. هذه الافعال ايضا تصبح مبنيه للايه؟ للمجهول. في حاله الماضي بعدها فاعل، في حاله المضارع يعرف نائب فاعل. كلام يتكرر نفس الوقت. هناك اخطاء شائعه ما بين الناس. انتبه. اخطاء شائعه.
قل ولا تقل يعني. ده عندنا في كتاب المدرسة مش هنعمل برنامج في الرأي يعني. قل ولا تقل. قل توفي توفي ولا تقل توفى. إذا كان مقصودك إن الرجل مات. يعني ما أقول إيه؟ أقول إيه؟ توفي محمد. توفي محمد. لما تيجي تسأل تقول إيه؟ من توفي؟ عشان توفي ديت اللي بيتوفى مين؟ الله. الله توفى؟ نعم. الله يتوفى الأنفس. أستاذ حرام عليك نقول الله توفى؟ أيوة توفى يعني أخذ الروح. يحكى إن راجل كان بيسأل الأصمعي. الأصمعي ده كان راجل جامد قوي في اللغة. فالأصمعي واحد جاهل بيسأل واحد راجل ما بيعرفش حاجة في اللغة ولا حاجة. فشايف جنازة معدية. فبيقول له يا أصمعي من توفى؟ طبعا أصمعي لغة وراء قال له الله الذي توفى. أما الراجل جايب حجرة من على الأرض طاف يا كافر يا زنديق يا ملحد. أو الله العظيم اعتبره كافر وزنديق. الناس كمان ده والله خبطوا ده شجعوا يعني. فالناس اجتمعت على عينيه يا عم خبطوا ليه؟ قال سألني من توفى؟ قلت الله. الله الذي يتوفى صح؟ من الصح ان احنا نقول كده. الرجل ايه؟ توفى ولا توفي؟ طب وسيدنا نعرفه ايه بقى؟ توفي الرجل نعرفه ايه بقى؟ نائب فاعل عادي. مالناش دعوه بالافعال شرع افعال ما تخلطش بقى. احنا دلوقتي اتنقلنا لنقطه ثانيه. انا سامعك دلوقتي انت هتروح رابط لي. لا خالص. بقول يتوفى محمد نائب فاعل. وتوفي محمد نائب فاعل عادي. بس وانت بتنطقها هتبقى فاهم ايه؟ ها؟ ان التوفية بتاعت الراجل اللي مات. لكن توفى بتاعت مين؟ الله سبحانه وتعالى. بس خاطبوا الناس على قدر عقولهم عشان ما تتخبطش ما تتفتحش دماغك زي الاصمعي. طب مين كمان؟ مين اللي زيها كلمة تنطق غلط؟ كلمة استشهد. استشهد. ما اقول استشهد الجندي في المعركة صح؟ كده صح؟ ما اقولش استشهد الجندي في المعركة غلط. يا جماعة تعرف استشهد يعني ايه؟ جاب شاهد او شاهد قال شاهد ابيات شاعر. استشهد على ما تقول فاهم؟ يبقى في استشهد الجندي. طب في المضارع نقول ايه؟ ها؟ يستشهد الايه؟ الجندي. يستشهد الجندي. برضه في الحالتين نائب فاعل ملهاش علاقه باشهر الافعال التي تلازم البناء للمجهول. دي اخطاء شائعه. اللي هو الخلط بين نطق الفعل المبني للمعلوم والمبني للايه يا شباب للمجهول ما عادش لها دعوه باشهر الافعال. يبقى من الكلمات الشائعه جدا في الخطا توفي واستشهد والمضارع بتاعه برضه يتوفى وايه يا شباب؟ ويستشهد. طب ما الفرق بين استشهد واستشهد؟ أقول استشهد بمعنى نال الشهادة في سبيل الله أي مات. أما استشهد أي أتى بشهود على صحة قولي أو أتى بكلام على صحة قولي. ده معنى استشهد. برضو زيهم الكلمة الأخيرة كلمة احتضر. برضو لازم نقولها لمبني المجهول. احتضر المريض أو المريض مش يحتضر. كل يقول لك ايه؟ كل يقول لك الراجل يحتضر، المريض بيحتضر، غلط، يا المريض ايه؟ يحتضر. والمضارع والماضي بتاع المضارع والماضي احتضر وايه؟ ها؟ ويحتضر. مالهم دول يا استاذ؟ برضه اللي بعدهم ايه يا شباب؟ مالهمش دعوه باشهر افعال التي تلازم البناء للمجهول. اللي بعدهم بيعرف ايه يا شباب؟ بيعرف نائب فاعل سواء مضارع او ماضي. واللي حفظك الثلاث افعال ان كلهم مرتبطين بالموت صح؟ يعني توفي واستشهد ويحتضر او احتضر الثلاث افعال مرتبطين بايه يا شباب؟ بالموت او بالوفاه. ده في كتاب المدرسه هذا الكلام فارجو الانتباه له جيدا. قل ولا تقل.